اوكي، اخر موضوع هنتكلم فيه هو النيورال نتوركس. هناخده مبسط جدا، بس عشان اللي منكم ما عندوش خلفية يبقى عنده حاجة على الأقل يبتدي بيها ويبقى فاهم النيورال نتوركس بتعمل ايه. انا بس هطلب حاجة علشان خاطر نقدر نخلص النهاردة، يعني خلال المحاضرة دي لو سمحتوا مفيش أسئلة لغاية الآخر. اللي عنده سؤال منكم يعلم على الصفحة أو ياخد رقم الصفحة وبعد كده يرجع يسأل في الحاجة اللي هو مش فاهمها، بس عشان ما نضيعش وقت. أوكي، نتكلم في الأول على البيولوجيكال نيورون. أوكي، فالرسمة دي بتوضح النيورون في المخ بيشتغل إزاي. أنا عندي هنا النيورون سيل. النيورون سيل دي بيجيلها a number of signals, electrical signals of various strengths. الكونكشن هنا بسميها dendrites. يبقى دي هي الـ impulses carried towards cell body. بيحصل هنا some computational function وبعدين الـ output بيطلع هنا على الـ axon. دي كأنها عبارة عن wire say. الـ axon ده بي carry impulses from the cell body. دي بتروح للـ different neurons اللي هو عايز يوصل لها. أوكي، في الـ axon التيرمينالز، يعني كل واحد هنا فيه المفروض نيورون، وبتروح بـ different strengths، يعني بيبقى عايز يأثر على بعض النيورونز أكتر من نيورونز تانية. لو زي الكلام اللي بيحصل هنا، السيجنال اللي داخلة دي المفروض إنها بتدخل تبقى سكيلد في ويت معين بحيث إن تأثيرها relative للباقيين يكون متغير. هناخد بعد كده الـ artificial neural net ونحاول إن احنا نقارن ما بين الـ artificial neural net والـ real. أوكي، الـ artificial neural net عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن complex nonlinear function. المفروض إنه الـ network بتاعتي بتقدر إنها تتعلمها من خلال simple processing units connected together اللي هي الـ neurons بالـ artificial neural. أوكي، هي بتتكون من simple processing units اللي هي النودز أو النيورونز، ودول بيكونوا connected to each other من خلال الـ edges. كل نيورون منهم receives a signal from the incoming edges، بتعمل عليها شوية computations وبتبعت بعد كده الـ output signal to outgoing edges عشان توصل للنيورونز اللي هي بعدها في الـ. فده بيكون شبيه باللي بيحصل في الـ human brain زي ما خدنا في السلايد اللي فاتت، نفس الـ operation تقريباً أو نفس الـ structure، مع اختلاف طبعاً إنه الـ natural neurons المفروض إنها بتبدأ تتعلم أي function. أوكي، لكن هنا عندي الـ artificial neural network دي بتكون متصممة بحيث إنها تتعلم a single function، ممكن تكون complex وممكن تكون نون لينير، بس ستيل هي سنجل فانكشن اللي هي بتتعلمها. تمام، طيب زي ما قلنا قبل كده انه الويت بتاع الادج اللي هو المفروض بيوصل ما بين 1 نيورون للنيورون اللي بعدها. اوكي، ده المفروض ان هو بيحدد السترينث كونكشن بتوين ذا نودز. هنبتدي الأول ناخد الـ simplest form of the artificial neural net اللي هي الـ perceptron، ودي عبارة عن one single neuron عشان نفهم بيشتغل إزاي ونفهم عملية الـ learning في أبسط صورة. أوكي، المقارنة بنكملها ما بين الـ real والـ neural sorry والـ artificial. أوكي، يبقى أنا عندي في الـ real أوكي بيكون عندي large connection أو large number of neurons. أوكي، المفروض إن البرسبترون دي اللي هي simplest neuron موجود عندي بيكون used as the artificial neuron. أوكي، في الريل network اللي هي في البرين كل neuron applies an activation function input it receives from other neurons، وده بيحدد الoutput بتاعها. بالنسبة للartificial neural net كل perceptron بيكون فيها mathematically modeled activation function ودي بتكون non-linear. في الريل network كل neuron is connected to many others والsignals
connected أو transmitted ما بين ال neurons by the connecting links. هنا برضو عندنا layers، okay؟ يعني ال structure بتاعت ال network بتاعتنا اللي احنا هندرسها عبارة عن layers of neurons. The outputs of some neurons one layer will be connected to the inputs to the other neurons. طيب عايزين نشوف الموديل الماثيماتيكال موديل of an artificial neural neuron اللي هي البرسبترون. اوكي ده الموديل بتاع البرسبترون. اوكي دي الانبوتس اللي داخل عليها اللي هي بتاخد input signals من النيورونز اللي قبلها. كل نيورون بيبعت signal بالشكل ده، يعني كل value من دول input value بتكون جاية من specific neuron في stage اللي قبلها. okay. والsignal دي بتكون weighted ب certain constant اللي هي ال W، بحيث انه الإفكت بتاع كل input من دول يكون مختلف حسب الترانس بتاعت الويتس اللي هي موجودة هنا. okay. ممكن طبعا بعضها يكون positive وبعضها يكون negative. بيكون بالإضافة عليهم ليهم بيكون عندي one signal بسميها البايس. دي بعتبر ان ليها input x not always بيساوي 1، وليها weight WK0. يبقى دي المفروض اللي هي الانبوتس اللي هي بتأثر على الكيث artificial neuron مع البايس سيجنال اللي هي موجودة من هنا. هنا بيحصل summation اللي هي بسميها نتيجة summation. دي بيطلع عندي سيجنال اسمها net K. K هنا بترمز للكيث artificial neuron. الاوتبوت بتاع النيورون بيساوي F of net K، حيث ال F دي في أغلب الأحوال بتكون non-linear function. okay. يبقى باختصار ال model of the artificial neuron بيكون من set of connecting links، اهي connections، okay، و adder و activation function اللي هي F، اللي هي قلنا في أغلب الوقت بتكون non-linear. بنكمل هنا النات كي عندي بتساوي ايه؟ بتساوي في النهاية x كmatrix dot w كvector. اوكي الx هنا برضو في الحالة دي عبارة عن matrix اللي هو x بتساوي x1 x2 لغاية xm اللي هي ال different input signals، وال w عندي هنا بتساوي w k not لغاية WKM اللي هي الديفرنت ويتس اللي هي موجودة هنا. وده المفروض ان هو بيكون داخل من البايس اللي هو بيساوي 1، تمام. والواي كي عندي هنا بتساوي F of net K اللي هي دي. طيب ناخد هنا example of a signal single node او perceptron. ده هنا عندي different inputs اللي داخلة 0.5 0.5 0.5، بفترض ان هما كده كل واحد فيهم weighted بvalue مختلفة. okay. يبقى ده تأثيره أقوى من الباقيين لأن الweight بتاعه عالي، تمام. ودي السيجما ودي ال f of net 1. هنا ال f of net 1 بتاخد كذا شكل، ممكن تكون log sigmoid ودي اللي هنشتغل عليها في أغلب الأحوال، ممكن تكون hard limit transfer دي اللي هي الثريشولد، أوكي، وsymmetrical hard limit transfer. الاتنين دول برضو هنشتغل عليهم. يبقى التلاتة دول هما المين concern بتاعنا، لكن ممكن ال f دي تكون linear، ممكن تكون hyperbolic tan sigmoid، ممكن تكون saturated linear and so on. الfunctions دي ال different activation functions اللي هي f of net، okay. دي اللي هي الأنواع بتاعتها، وده ال definition relation ما بين ال input وال output. زي ما قلت لكم إن إحنا interested في الاتنين دول، ال hard limit اللي هي زي ال step function
والسيمتريكال هارت ليميت والسيجمويد. السيجمويد اللي هي دي الفانكشن اللي هي اسمها سيجمويد. واي بتساوي الاوتبوت بيساوي 1 على 1 بلس اي تو ذا باور اوف ماينس نت. فاحنا انترستد في دول الثلاثه دول، لكن ذيز ار يوزد وكل واحده فيهم بيبقى لها البروبلمز اللي هي يعني بتكون ناجحه فيها او بتصلح لها. ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان انا عندي الواي في حالة الهارد ليميت اكتيفيشن. اوكي ثانية واحدة بس اوصل الشاحن. دي المفروض اللي هي الـ symmetric hard limit activation. يعني عندي y بتساوي 1 أو minus 1. أوكي 1 لو w transpose x plus b is greater than 0. هنا على أساس إن الـ weight عندي هنا بيساوي 1، وهنا الـ b زي ما قلنا قبل كده بتساوي 1. أوكي و w transpose x هي الـ dot product بتاع المفروض اللي هي الفيكتور x transposed وبعدي ال1 اللي هي بتمثل الانبوت الموجود هنا، وعندي هنا الb واخدها لان هي الويت مع الويت فيكتورز. اوكي يبقى هنا عندي 1 multiplied by b، وده كمان هو بيمثل البايس انبوت. الاكتيفيشن فانكشن في الحاله دي اللي هي النون لينير فانكشن y estimate بتساوي sin of WT transpose في X bar. هنا حطت الـ estimates ليه؟ لأنه دي مش هي الـ true values عندي. الـ W estimate دي المفروض إنها قيم لسه مش حقيقية، لأن أنا عندي هنا الـ W's لسه ما وصلتش لـ values صحيحة فيها، وبالتالي عندي ال y اللي بتطلع دي من هنا is y estimate. يعني المفروض انها ال output من النت على اساس ان هي has not learned yet. يعني مش شرط ان ال y estimate تساوي ال output الحقيقي من النت. وال y estimate بتساوي sin اللي هي ال activation function of w t transposed في x. okay. فهنا البرسبترون إمكانياته إيه؟ إمكانياته إنه هو يقدر يتعلم linear decision boundaries. okay. والactivation function عندي هي sign function. هنعرف يعني إيه learns decision sorry linear decision boundaries في السلايدز اللي جاية. دي example. نفترض إن أنا عندي input output relationship بالشكل ده x1 x2 x3، دول بتاخد binary values 0 او 1، والout بتاعي لان انا بستخدم symmetric hard limit بيساوي minus 1 او plus 1. دي المفروض اللي هي البلاك بوكس دي بتمثل النتورك بتاعتي اللي انا عايزه اتعلمها، بحيث ان الاوتبوت من النتورك يبقى as much as possible similar للأوتبوت الحقيقي for a given input signal. يعني لو الانبوت عندي 100 والreal output هنا minus 1، الأوتبوت بتاعي بيكون أقرب ما يمكن للvalue اللي هي minus 1. دي بلاك بوكس لأني لسه عايزة أستنتجها. الفانكشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان الاوتبوت y is 1 if at least two of the three inputs are equal to 1. هنا هبص الاقي ان هو بيساوي minus 1 لان عندي بس 1 signal بتساوي 1، هنا بيساوي 1 and so on بالشكل ده. ايه اللي بيحصل؟
اللي بيحصل هو في عملية الـ learning إن أنا بدخل سطر السطر الـ input values، أوكي، وأشوف الـ estimate اللي خارج من الـ neural net. ده المفروض إن أو من perception في الحالة دي، ده اللي هو بيمثل اللي هو الـ value اللي هي مفروض إنها تقرب بقدر الإمكان من الـ output الحقيقي اللي هو ده. بدخلهم واحد ورا التاني مع كل input داخل، المفروض إنه الـ weights بتاعتي بتتغير بشكل إن أنا أقرب الـ given output بقدر الإمكان من sorry الـ output بتاع الـ net بقدر الإمكان من الـ given output اللي هو الـ y بالشكل ده. وبتحصل عندي loop إن أنا الـ values بتاعت الـ input output relationship دي بتعدي in sequence، أوكي، لما بخلصهم كده بقول إن أنا خلصت one cycle. السايكل هنا بتتسمى epoch، أوكي. وبعدين أعمل إيه؟ وبعدين أرجع أعيدهم تاني هم طالما لسه في error زي ما هنشوف بعد كده، وأكمل بالطريقة دي. هنا ده الحل، ده الحل بتاعي اللي هو فعلا بيخلي الـ output من هنا يساوي الـ output ده بالنسبة لي الـ values اللي هي الـ input اللي هي applied. فبص ألاقي عندي هنا الـ black box دي، عندي الثلاثة inputs دي اللي هي الـ input nodes، دي الـ weights اللي هي 0.3 0.3 0.3، دي ليها equal values منطقيا. ليه منطقيا؟ لأنه ما فيش فرق بالنسبة لي الـ input signals ما بين x1 x2 x3، كلهم بيلعبوا نفس الدور، وبالتالي كلهم ليهم نفس الـ weight اللي هو 0.3 0.3 0.3. وبعدين دي الـ output node اللي هي عبارة عن سيجما، وبعدها الـ activation function اللي هي similar hard limit في الحالة دي. ده عندي الـ bias signal اللي بي بتساوي 1 والـ weight هنا -0.4، وده الـ estimate اللي هو بتاع الـ output. لو جيت أطبق هنا أبص ألاقي y بتساوي الساين بتاع الـ summation دي اللي هي الـ inputs مع الـ bias مضروبة في الـ weights بتاعتها. فهلاقي لو أنا عندي only one value من دول بتساوي 1، أوكي، هبص ألاقي إن أنا هيكون عندي الـ value دي كلها هتساوي -0.1، أنا 0.3 في بلس 1 واحدة، وده صفر وده صفر، أوكي. فده معناه إيه؟ معناه إن الـ y هنا بتطلع نيجاتيف، وبالتالي هي ممكن تكون أو هي فعلا لما أخد الساين هتبقى -1. طيب ولو عندي اتنين على الأقل الـ values بتاعتهم 1، أي اتنين من دول، أبص ألاقي إنه الـ value دي اللي هي بتاعت الـ summation هتساوي 0 say plus 0.3 plus 0.3 أكبر من -0.4، وبالتالي الـ corresponding output هيساوي 1، أوكي. دي زي ما احنا شايفين عبارة عن linear، هي هنا بتساوي الـ equation of a plane لأن أنا عندي ثلاثة inputs، أوكي، وهي linear function، أوكي، وأنا باخد الـ sign بتاعتها. عشان كده بقول إنه الـ perceptron بيقدر يديني only linear functions. ليه؟ لأنه زي ما احنا شايفين هي عبارة عن هنا equation بتاعت a plane. لو هي عندي بس two inputs هيبقى عندي هنا بيعتمد على الـ value دي، هتبقى the equation of a straight line، وأنا باخد الـ sign، يعني باخد من كل ناحية من الخط المستقيم اللي هو linear function، ناحية هتبقى plus والناحية الثانية هتبقى minus، وبالتالي أنا حققت الغرض اللي أنا عايزاه. لكن مش ممكن إنه الـ perceptron يديني هنا function non-linear by the structure بتاعه أو الـ definition. الرول بقى اللي أنا بتعلم بيه اللي هي ابتديت من أي values للـ weights، okay، initialized بأي طريقة، هنشوف بعد كده suggestion
بالنسبة للinitialization بتاعت الweights، لكن ممكن حتى أبتدي من zeros، مفيش مشكلة. بعدين بدخل على loop for each training example. ال example بتبقى عبارة عن مجموعة ال axes ك vector و ال output اللي هو ال estimate yi. بحسب ال sorry مش ال estimate، ال true value اللي هي yi. بحسب ال error، لا سوري، بحسب ال estimate بتاع ال output من neural net. اوكي، ده ال error اللي هو ال output الحقيقي اللي انا عايزاه minus ال y estimate اللي هي النت النتورك مطلعاه اللي انا عايز اعمل له مينيمايزيشن. اوكي، بعد الويت بحيث انه الويت في الفاليوز بتاع النكست فاليوز بتاعت السايكل اللي هي موجوده هنا w j، اي ويت j فيهم ليبل j اوف k بلس 1 بتاع الانستنت اللي بعد كده او النيو فاليو، هتساوي ال W القديمة اللي هي WJ of K plus lambda. lambda ده learning rate، بنختاره حسب ايه؟ حسب لو كان ال change سريع في ال function نفسها بتاعت ال error ال error. اوكي، فهنا لو التغير هنا عندي سريع باخد ال lambda صغيرة، لو التغير في y الأرور ريت بيكون قليل فأنا هنا باخد اللاندا كبير. ده learning rate وده المفروض adapted، بتتغير مع ال values بتاعت ال gradient أو derivative بتاع الأرور ده بالنسبة لي الأوضاع المختلفة يعني. ده مضروب في XIJ. XIJ دي هي الكونكشن ما بين نيورون I ونيورون J. أوكي، هنا على أساس إن أنا بيكون عندي WJD هي اللي واصلة ما بين XIJ كإنبوت وما بين الـ المفروض اللي هي النود اللي بعدها. أوكي، يعني أنا هنا عندي دي المفروض انها YJ، سوري دي المفروض انها هي WJ اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الويت من النود دي للنود اللي هي قبلها. يبقى انا عندي هنا دي J ودي I في الحالة دي. okay. Until stopping condition is met، ممكن زي ما قلنا في الجيناتيك algorithm يكون عندي fixed number of cycles اللي هي الأبوكس أنا حطها في الـ في الكونديشن بتاعت البروجرام، أو لو say إنه الأرور بتاعي بيوصل لفاليو أنا متقبلها اللي هو yi minus y estimate of k. okay. دي الـ stopping condition. هنا الفكرة اللي هي intuitive، يعني نفسره إزاي اللي هو الـ weight update formula. بالمنطق يعني I update the weight based on the error، يعني إذا كانت y بتساوي y estimate okay، أنا مش محتاجة أغير حاجة، no update is needed. إذا كانت ال y أكبر من y estimate okay، مثلا say ال error بيساوي 2 فال weight must be increased، لأني عايزة أزود إيه؟ عايزة أزود ال y estimate. ده في حالة ما XIJ تكون positive. يبقى أنا في الحالة دي لو I increased ال WIJ فاللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إنه ال W estimate هتزيد. تمام؟ لكن طبعا لو كانت ال XIJ negative وأنا عايز أزودها فالمفروض إن ال error بتاعي يقل، sorry ال estimate بتاع ال weight لازم يقل، يبقى decreased. إنما الهدف عندي هو في حالة ما ال y تكون أكبر، ال true output أكبر من ال estimated okay، يبقى أنا عايزة أزود ال estimate بتاعي عن طريق adjusting the weights سواء إنها تزيد أو تقل. هنا example تاني، أنا فرضة برضو إن ال input عندي positive okay،
فلو ال error بتاعي negative يعني ال y أقل من ال y estimate، يبقى أنا في الحالة دي عايزة أقلل ال weights، أوكي، بحيث إن ال y estimate بتقل. دي أنا عندي نفس ال example وببتدي أشوف ال update الموجود عندي over the first epoch أو ال first cycle اللي هو ال network مر عليها كل rows من دول ك inputs. يبقى أنا عندي هنا ده ال input في حالة معينة وده الـ true output، أوكي؟ فهنا الـ inputs عندي هنا المفروض الـ bias، أوكي؟ اللي هي في الـ weight ده بيساوي 0، وهنا عندي كل الـ w's بتساوي 0، دي الـ initialization، أوكي؟ فعندي هنا المفروض إنه هيطلع إيه؟ هيطلع إنه نتخيل هنا الـ output عندي بزيرو، مظبوط؟ سوري، الـ net عندي بزيرو، وساين زيرو المفروض إن الـ sign يعني sign بتاعت الزيرو بتبقى plus one، عكس الموجود هنا، فبيكون عندي دي الـ error signal في الحالة دي. هنا السطر التاني، أوكي؟ هنا أنا عايزة أقلل، لأن عندي هنا كانت ال y الحقيقية ب minus 1 وطلعت ال y من هنا بتساوي plus 1، أوكي؟ فهنا معناه إن أنا عايزة أقلل المفروض ال y، ال y إنها تقل، أوكي؟ فبما إن أنا عندي كان ال bias ب 1، ال bias value sorry ال bias ب 1 على طول، فأنا عايزة الـ weight بتاع الـ bias يقل، أوكي؟ فهنا معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا أخلي مثلاً say الـ w node بتساوي minus 0.2، قللته عن الـ value اللي قبل كده بـ 0.2، يبقى ده هيساهم في إني بقلل الـ output لأن الـ net عندي هيقل، أوكي؟ و w1 هنا لأن الويت بتاعها هنا المفروض ان هو بيساوي واحد بنفس سوري الانبوت بتاعها واحد، فهنا عندي التشينج بيساوي ماينس 0.2. دبليو 2 اللي هي مناظرة لأكس 2، اوكي، هتساوي 0. الدبليو 3 هنا طلعت سوري انا شغالة في السطر ده، اوكي، وهنا دبليو 2 ودبليو 3 بزيروز مش هيدخلوا معايا في الحسبة خالص. ليه؟ لأنهم أصلا ما دخلوش معايا في الحسبة بتاعة الوار في السطر الأولاني. يبقى إذن الـ decrease الـ value بتاعة الواي دي كانت نتيجة حاجتين، نتيجة الـ bias، أوكي، نتيجة الـ bias اللي هو الـ value بتاعته 1، ونتيجة الـ x1، أوكي، بالشكل ده. فعشان كده أنا بغير الـ two values دول، الويت بتاع البايس والويت بتاع x1. دايما الانبوت اللي هو بيساوي 0 المقابل بتاعه بيكون ان انا مش بغير في الويت بتاعه لانه insignificant في حالة معينة. فهنا في السطر اللي بعديه، اوكي، لو الثلاثة انبوت بيساوي 0، اوكي، وانا عندي الاوتبوت طلع بفاليو معينة اللي هي هتكون في الحالة دي 0.2 في W3، عندي W3 هنا سوري W3 ب 0.2 و X3 عندي في الحالة دي، أوكي، هنا ب 1، باقي الفاليوز المفروض مش بتأثر، فبالتالي إن أنا هأكت على W3 بحيث ان انا ازودها، اوكي، and so on. دي النتيجه في الابوك الاولاني اللي هي السايكل كلها لما بعدي عليها فيكون عندي الفاليوز دي كلها اللي هي باختصار، اوكي، زيروز الاول، اوكي، وبعدين السايكل اللي بعدها هيكون الاوتبوت منها بالشكل ده، السايكل اللي بعدها كده and so on لغاية هنا ما في آخر سايكل
اللي هي الابق الأخير هتكون الـ values بتاعت الـ weights بالشكل ده. المفروض إن أنا كل مرة المفروض إنه الـ y estimate اللي هي خارجة من الـ perceptron بتاعي تقرب بقدر الإمكان من اللي هي الـ real values اللي هي موجودة هنا. أوكي، هو ده الهدف اللي عندي. هناخد هنا example تاني بسيط عشان نفهم برضو الoperation بتاعت الperceptron، وهنا هناخد برضو الحل على طول. هنا ازاي اعمل implementation للprimitive boolean functions باستخدام الperceptron 1 neuron. هشوف ازاي الand والor ممكن امثلهم باستخدام الperceptron. هنا واخدة problem انا عارفة الحل بتاعها علشان خاطر يبقى بالنسبة لنا illustrating يعني. نسيب دي المفروض اللي هي الـ inputs بتاعي، الـ output منها كنقط متحددة هنا في الرسمة دي بالدوائر. الـ red اللي هي الـ values الـ end function فيها بتساوي 0، والـ blue اللي هي النقطة اللي هي عند 1 و1 اللي هي الـ output فيها بتساوي 1. دي المفروض التريننج سيت اللي احنا عارفينها، ان لما الانبوت يكون بزيرو بزيرو الاوتبوت بزيرو، زيرو وان الاوتبوت بزيرو، وان وزيرو الاوتبوت زيرو، ولو التلاتة بس واحد اللي هي دي، سوري لو الاتنين بواحد هيطلع الاوتبوت عندي بواحد. لو جيت بصيت هنا اوكي هبص الاقي النتورك دي، خدوا بالكم دي محلولة برضو، هنا المسألة محلولة. هبص الاقي انه لو السطر الاولاني كانبوت دخل x1 بتساوي 0، x2 بيساوي 0، لو الاثنين بزيرو هيطلع من هنا ايه؟ هيطلع من هنا بس الفاليو بتاعت البايس مضروبه في minus 1.5، هيبقى عندي هنا الاوتبوت من هنا هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عندي سوري هيكون 0 لان الانبوت بزيرو، الواي تطلع هنا بزيرو. لو واحدة فيهم بواحد، أي واحدة فيهم بواحد والتانية بصفر، هبص ألاقي إنه هيكون عندي هنا واحد في واحد بواحد، دي مش هتcontribute حاجة لأن هي أو العكس يعني، نفترض إن أنا ماشية في السطر ده هيبقى إكس واحد بواحد وإكس اتنين بزيرو، الcontribution هنا هتكون لإكس واحد والبايس. أوكي، هيطلع برضو نيجاتيف، وبالتالي الواي عندي هتطلع حسب إذا كانت ماينس 1 أو 0 حسب ما أنا بستخدم اللي هي السيمتريك اللي هي السيمتريك هارد ليميت أو الهارد ليميت اللي هو 0 و1. أوكي، هنا فقط لما التو انبوتس يساوي 1 أوكي يبقى أنا عندي هنا بلس 1 وبلس 1، الانبوتس هنا 1 و1 والويتس 1 و1، يبقى انا عندي هنا 2، 2 ماينس 1.5 هتطلع بوزيتيف، وبالتالي الواي عندي هتطلع 1. اوكي، يبقى النتورك دي اللي هي اوريدي محلوله، يعني انا حطيت الويتس مش بعمل لها ليرنينج، بتتصرف مظبوط. لو انا بصيت هنا هبص الاقي ان انا عندي انا بمثل الستريت لاين ده اللي هو ايه، اللي هو w1x1 زائد w2x2 plus b بيساوي 0. ده الفاصل ما بين ال positive examples وال negative examples. ال problem دي هيكون عندي x1 plus x2 plus ال value هنا اللي هي ال b ده بيساوي 0 اللي هي 1 minus 1.5 دي بتساوي 0. أوكي، وبالتالي دي بتمثل straight line ده، وهنا بيبان عندنا الفايدة بتاعت البايس، لأن لو ما كانش عندي بايس كان لازم أي equation من دول تمر بالـ origin، وده أنا مش عايزاه لأن هنا لو مرت بالـ origin مش هتعمل حاجة خالص. هنا الـ line هنا بيفصل ما بين أو بيقسم السبيس بتاعي لنصين. أوكي، هنا لو خدت 0 0 هيطلع عندي
البي هي اللي إشارتها بتحدد ال value اللي هي minus 1.5، يبقى أنا عندي هنا 0 ال negative، يعني هنا بيكون عندي ال y ال output بتاعي بيساوي minus 1 في الجزء ده من space. هنا ال y عندي بتساوي plus 1، لأني لو عوضت هنا بواحد وواحد زي ما قلنا، أوكي minus 1.5 دي هتساوي في الحالة دي value أكبر، هكون موجودة في ال region دي. هنا ال output زي ما احنا شايفين مش 0 و1، اللي هو النت، النت مش 0 و1، دي بتمثل النت لأنها linear function في ال x 1 وفي ال x 2، تمام؟ فهنا ممكن أي line تاني بيعمل نفس ال operation كان هينفع، يعني لو خدت line بالشكل ده مثلا say، أو line مثلا كده، هبص ألاقي إن هو separator مظبوط. يعني في الحالة دي أنا ما عنديش حل محدد، لأني simply أنا بجيب straight line بيفصل ما بين ال values اللي هي plus 1 وال values اللي هي 0 أو ال values اللي هي minus 1 حسب ال بستخدم hard limit ولا symmetric hard limit. فما عنديش unique solution، هي بتعتمد على ال values ال w اللي أنا بوصل لها، مش بالضرورة تكون نفس ال values لأنها بتعتمد على factors كتير، أوكي؟ بس هي دي ال representation بتاعتي. هنا ال OR، ال OR أنا عندي ال output بتاعي بيساوي 1 لو أي واحد من ال inputs بيساوي 1، ودي ال solution. إن أنا عندي هنا x1 داخلة ب weight بيساوي plus 1، x2 weight بيساوي plus 1، وعندي هنا ال value minus 0.5. فلو عندي التلاتة بزيرو، التلاتة بزيرو، سوري الاتنين بزيرو، الأوبت عندي هيطلع بزيرو أو minus 1 حسب اللي أنا مستخدماه. لو فرض إنها hard limit فهيطلع هنا عندي المفروض إنها هتبقى زيرو، والعكس صحيح. يعني لو أنا عندي على الأقل واحد، على الأقل واحد، أوكي زي في الحالة دي، هبص ألاقي إنه x واحد تمام بواحد، التانية بزيرو، minus 0.5 هيبقى positive، يبقى ال y هنا هتساوي plus 1. ده بيمثل one possible solution اللي هو اللاين ده، أوكي، بحيث إنه النقط اللي هي بتكون below اللاين ده بتبقى مناظرة لإيه؟ مناظرة لل value y بتساوي 0، والنقط اللي هي فوق الباوندري دي مناظرة ل y بتساوي plus 1. هي دي ال idea. لو فرض إن أنا يعني ببتدي من الصفر، يعني أنا مش عارفة ال weights، هي أنا عارفة الحل بس أنا مش عارفة ال weights just to study اللي هما ال 1 وال 1 و minus 0.5، فأنا بعمل learning. يعني ممكن أبتدي من zeros وزي الإكزامبل اللي فات أبتدي واحدة واحدة، أعمل learning من كل إكزامبل من دول بحيث إن أنا بحاول أقرب ال y اللي هي خارجة اللي هي ال true value، بخلي ال estimate اللي خارج من هنا قريب منها بقدر الإمكان. أوكي، هي دي الفكرة بتاعتنا اللي هي learning perform through the weights adjustment. تمام، ان انا عندي هنا ال weights initial، بتدخل على summation بتطلع net k، بعد كده بتدخل على non-linearity بتاعتي اللي هي زي ما قلنا hard limit او symmetric hard limit، وده perceptron، وبيطلع من هنا ال estimate هنقول ان هو yk، ودي ال true value اللي هي tk، بيطرح من دي من دي بيطلع ال error. ال error ده بستخدمه عشان نعمل adjustment ال weights. هي دي الفكرة، بفضل أعمل بالشكل ده لغاية ما يبقى ال error acceptable. دي حاجة. الحاجة التانية، لو فرض إن أنا عايزة أعمل a given number of cycles أو epochs، في الحالة دي بقف بعدها. ده هنا الـ perceptron learning rule اللي إحنا عملناه.
انا عندي بيبقى سامبل كي اللي هو سطر من سطور التابز اللي احنا شفناها قبل كده، وعندي هنا الانبوتس بتاعتي، هنا اكس كي نود دي المفروض انها بتساوي واحد، ودي الاكسات 1 2 3 لغاية ام، وده الاوت عندي اللي هو واي كي. فعندي الاكسبرشن اللي بعمل بيها ابديت للويت اللي هو دبليو كي جي اللي هو واصل ما بين perceptron number j و perceptron number k اللي هو الـ output. الـ j هنا بتتغير من 1 و2 و3 على أساس الـ bias زائد الاثنين inputs، اللي هي next value بتساوي الـ old value زائد delta k j of n. دي الـ instant، يعني دي اللي هي المفروض الـ value number n للـ w's، ودي الفاليو الجديدة اللي هي number n plus 1 لما بجدد الفاليو. اوكي، فهنا التجديد بيكون بقيمة دلتا w k j of n. اوكي، دي بتتحسب ازاي؟ بتساوي learning rate في الارور في الحالة دي مضروب في الانبوت اللي هو داخل على اللي هو number 1 و2 و3 اللي هو داخل على النيورون ده او البرسبتور اللي انا بحاول اتعلم الفانكشن بتاعته. اوكي، او النيورال نت اللي هي بتمثله او بتطلع اوتبوت مظبوط بالنسبه لي قدر الامكان يعني. فهنا لو انا فرض ان انا عندي الايرور سيجنال نيجاتيف، يعني هنا سي نيجاتيف، اوكي، لو الاكس جي بوزيتيف يبقى ايه الوضع؟ لو الاكس جي بوزيتيف وده نيجاتيف يبقى معنى كده ان انا هعمل ديكريس للويت اللي هو المفروض دبليو كي جي هتطلع نيجاتيف في الحاله دي. لو بالعكس لو الاكس جي دي كانت بواحد انا هعمل ايه؟ انا هزود قيمتها بحيث ان الايرور ده يقل، فبالتالي مش هزود قيمتها، انا هزود الايفكت بتاعها لان هي بتبقى مضروبه في الفاليو اللي هي W كي جي، فزود الكلام ده كي بالمقدار اللي هو بمقدار السيجنال ده، السيجنال دي ده على أساس إن ال T كي أكبر من ال Y كي. الأرور عندي بيساوي T كي of N minus Y كي of N. ال Y كي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي ال non-linear function أو activation function acting على النت، اللي هي سيجما اكس اي دبليو كي اي فروم 0 لغايه ام. اوكي، فده اللي انا بغير، ده الرول اللي بغير بيه الفاليوز بتاعت الويتس لغايه ما يحصل كونفرجنس او لغايه ما خلاص يعني اخلص بعدد السايكلز واقف على كده. طيب هنا انا عندي التريننج داتا، عندي هنا 3 records. okay. الـ values اللي هي بتاعت x1 و x2 و x3 بتساوي 1 و 1 و 0.5 في الحالة دي، والـ output اللي هو tk اللي هي الـ true output at instant k اللي هي 1 أو 2 أو 3 بيساوي 0.7. هنا أنا واخدة الـ beep 0 يعني مش عايزة bias، عشان كده مش داخل عندي في الـ في الـ في الويتس ولا داخل عندي في الاكسات، مش داخل اللي هي اكس نوت. اوكي، فدي التريننج داتا بتاعتي، ودي هنا الويت ادجستمنت اقدر ان انا احسبها مانيولي جيفن الفاليوز دي. اوكي، وجيفن الفانكشن دي. اوكي، وجيفن tk at a given instant. طيب نيجي للإكسكلوسيف أور، هنلاقي إنه البرسبترون ما يقدرش إن هو يمثل الفانكشن اللي هي إكسكلوسيف أور. السبب إيه؟ السبب إن أنا إحنا قلنا البرسبترون بيقدر يديني linear separation. هنا بالنسبة للX أور ما اقدرش يكون عندي linear separator يقسم ال positive من negative اللي هي zeros وال ones، sorry zeros وال ones.
عندي في الحالة دي في الاكسكلوسيف فور الفاليوز دي بتساوي زيرو لما الاكس والاكس واحد واكس اتنين يكونوا متساويين، بيساوي واحد لو هما مش متساويين. مفيش لاين هيفصل الزيروز من الوانز في الاوتبوت، فده بيخلينا ننتقل للنكست ستيج اللي هي ايه، اللي هي ان يكون عندي مالتيبل لاير، يعني ما عنديش بيرسبترون وراه بيطلع الانبوت ودخل عليه الانبوتس، اسفه بيطلع الاوتبوت ودخل عليه الانبوتس مضروبه في الويتس، لا لازم يكون عندي another layer. اوكي دي بسميها الهيدن لاير. الاوتبوت ساعتها بتساوي اتش واحد واتش اتنين. اوكي وهنا عندي الانبوتس اكس واحد واكس اتنين، وعندي البايس بيساوي واحد لان انا محتاجه في الحاله دي خط مستقيم ما يمرش بالاوريجن لما اعمل ليرنينج. اوكي الاوتبوت اتش اتنين واتش واحد دول داخلين على البرسبترون هنا اللي هو الاوتبوت منه واي، اللي هي actually الفاليو اللي هي بتكون مناظرة للأوتبوت من الاكسكلوسيف اور الحقيقي، وعندي هنا البايس. اوكي والفاليو عندي هنا 0.5. هنا عندي كام ستريت لاين؟ انا عندي هنا 3 ستريت لاينز. الستريت لاين الاولاني اللي هو بيطلع لي ال h1 فده هيساوي ساين ماينس 1 x1 ماينس x2. اوكي وعندي هنا بعد كده 0.5 اللي هي خارجة من البايس. اوكي وهنا عندي ال x2 ال h2 دي جاية منين؟ جاية من x1 و x2، والبايس عندي بيساوي ماينس 0.5. يبقى دي هنا عندي الاكسبريشن بتاع h1 و h2 ريلاتيف للانبوتس اللي هم x1 و x2 والy اللي هي given at a certain value. بعد كده عندي الستريت لاين ده اللي هو المفروض بيساوي ماينس h1 ماينس h2 بلس 0.5، ماينس h1 ماينس h2 بلس 0.5. الدايره دي محسوبه برضو، يعني انا مش ما استنتجتهاش، انا حاطه السوليوشن وهنشوف ده شغال ازاي. يبقى ناخد بالنا ان انا عندي لاير بدخل x1 و x2 على 2 perceptrons. اوكي دي 1 layer، الاوتبوت من 2 perceptrons دول بيدخل على الاوتبوت لاير اللي هي فيها perceptron واحد او نيورون واحد، باخد منه الاوتبوت اللي هو 1. نفهم الكلام ده شغال ازاي؟ دي اللي هي التو ستيبل بتاع الاكس 1 و x2 بتاع الاكسكلوسيف اور، والاوتبوت بتاعي بيساوي y. دي الفاليوز اللي هي h1 و h2 كورسبوندينج للانبوت اللي هي x1 و x2 at any time. اوكي فانا عندي h1 بتساوي sin minus x1 minus x2 plus 0.5. يبقى الاقي هنا h1 في الحاله دي h1 هتساوي ايه؟ لو عندي الاثنين دول بصفار يبقى sin 0.5، يبقى انا عندي هنا ال h1 هتبقى ب1 هنا. اوكي ال h2 هتبقى ب0. ليه؟ لان انا عندي هنا ال h2 دي الاكسبريشن بتاعتها هتبقى 0 0 minus 1.5، يبقى sin هنا عندي هيطلع ب0 او minus 1. اوكي فهنا هتبقى ب0، يبقى انا واخده هنا الهارد ليميت مش السيمتريك، الهارد ليميت يعني الاوتبوت من دي او من دي او من دي هيبقى 0 1. فهنا انا جبت ال h1 وال h2 كورسبوندينج ل 1 بوينت في التو ستيبل اللي هي x1 و x2. هنا لو x1 بتساوي 0 x1 و x2 بتساوي 1 هبص الاقي الاثنين بصفار. اوكي ليه؟ لان انا عندي هنا 0 و 1. اوكي يبقى انا عندي نيجاتيف 1 زائد 0.5 فالساين عندي هيطلع الساين النيجاتيف كوانتيتي هيطلع 0. اوكي نفس الكلام هنا برضو، لو انا عندي واحده فيهم ب 1
هنا لو الاثنين بصفار ناين، لو زيرو وان اوكي صح مظبوط هيطلع نيجاتيف. هنا لو زيرو وان هيطلع نيجاتيف، فهيبقى الاثنين دول بصفار اوكي. لو انا خدت الانبوت اللي بعده اللي هو وان وزيرو هيطلع برضو كله صفار. نحسبها ازاي؟ يبقى انا عندي هنا واحدة فيهم بواحد اوكي، واحدة فيهم بواحد، فيبقى عندي هيبقى نيجاتيف، يبقى اتش وان هتبقى بزيرو. واحدة منهم بوان هيطلع عندي هنا برضو نيجاتيف، فهيبقى اتش اتنين بزيرو اوكي. يعني النقطتين دول اللي هما المفروض الاوتبوت بتاعي بيساوي فيهم زيرو، والنقطتين دول اللي هو المفروض الاوتبوت فيهم النقطة دي ودي اللي هما الاوتبوت فيهم بيساوي واحد. تمام، عندي هنا في الحالة الأخيرة لو الاتنين بوانز ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هنا هتبقى زيرو ال H1 وهنا هتبقى بوان اوكي. فلو جيت بصيت هنا هبص الاقي الرسم بالشكل ده. لو جيت رسمت ال Y against H1 H2 هيطلع عندي ده المفروض ال equation اللي هي بتحدد العلاقة ما بين ال y وال h1 h2. لأن أنا عندي من هنا y بتساوي minus h1 minus h2 plus 0.5 أوكي. فلو أنا بصيت على التيبل اللي فات وشفت الجدول اللي هو ده، بس بصيت كده للجزء ده، فهلاقي ال out بتاع ال exclusive OR أوكي لما بيساوي زيرو، ده عند نقطتين اللي هو 1 و0 h1 ب1 و h2 ب0، او العكس 0 و1 اوكي. هنا دي المفروض عندي اللي هي القيم اللي هي عندها h سوري y، هنا في الحالة دي بتساوي 0 وهنا بتساوي 0 وهنا بتساوي 1 في حالة ما ايه؟ في حالة سوري في حالة اللي هو ال values دي اللي هي عند zero، الاتنين منطبقين على بعض، zero zero عندي هنا واحد، zero zero عندي هنا واحد، يعني بيحصل mapping اوكي. دي ال values اللي هي ال output فيها هيساوي واحد، ودي ال values بتاعت h1 و h2 اللي هي ال output فيها هيساوي zero. يبقى اذا انا قدرت فعلا أمثل العلاقة مظبوطة ما بين ال H1 وال H2 من خلال العلاقة دي. H2 بتساوي 0.5 minus H1، دي معادلة اللي هي ال straight line، ده اللي هو separator، linear separator بين اللي هي ال values اللي عندها ال output بيساوي 0 وال values اللي هي عندها ال output بتاعي بيساوي 1، ودي بتمثل نقطتين فوق بعض. أوكي؟ دي الفكرة، إن أنا زي ما قلت إن في functions، والfunctions دي عادة هي كتيرة، يعني ده هو الوضع الحقيقي اللي هي مش ممكن تمثل ب one layer perceptor، مش ممكن، وإنما لازم يكون عندي multiple layers عشان أقدر أوصل بيها للحالة اللي أنا عايزاها أو الfunction اللي أنا محتاجاها أوكي. اللي أقدر فعلا أخلي الـ output من الـ neural net بقدر الإمكان قريب من دي. برضو الـ Nancy problem بس ليها تمثيل تاني. لو أنا عايزة أمثلها في الـ XY plane سوري في الـ X1 X2 plane، هبص ألاقي إن أنا عندي الخط الأولاني minus X1 minus X2 plus 0.5 اوكي، ده هيبقى الخط ده اوكي. لو جيت عملت evaluation ل h بتساوي كام هنا في الريجن دي، فبص الاقي ان انا عندي h هنا في الريجن دي، لو حطيت الاوريجن بتاع x1 واكس2 الاتنين بيساوي صفار، فهتبقى عندي ال h1 هنا بواحد اوكي. ال H2 هنا
بتمثل ال expression التاني اللي هي ايه، اللي هي sin x1 plus x2 minus 1.5. فلو حطيت x1 وx2 هنا بزيروس هيطلع الساين هنا عندي نيجاتيف، الساين بتاعت نيجاتيف فاليو فهتكون minus 1. يعني هنا هيبقى ده سيبريتور بيديني الفاليوز هنا بتساوي 1 اوكي، والفاليوز هنا بتساوي سوري الفاليوز هنا بتساوي 0 بالنسبة للسيبريتور ده، والفاليوز هنا بتساوي 1. هنا بالعكس، هنا عندي بالنسبة لللاين الأولاني المفروض إن أنا عندي هنا ال H1 بتساوي 0 سوري، هنا H1 بتساوي 1 down this region، أنا عندي 0.5 اوكي. لو الاثنين بصفار يبقى 0.5 بقى الفاليو دي ب 1، وهنا عندي في باقي البلين H1 بتساوي 0، وهنا اوكي لو اثنين بصفار هيبقى عندي الجزء ده اللي هو H2 بتساوي 0، وهنا H1 بتساوي 1. انا عايزة الانترسكشن بتاع الاثنين اوكي، الانترسكشن بتاع الاثنين ده هيديني الريجن دي اللي هي الريجن البيضة في النص. فلو انا عندي الاوتبوت واي طلع في الريجن دي اوكي، يبقى معنى كده عندي هنا ان بوث H1 و H2 بتساوي 0 اوكي، وبالتالي الاوتبوت بتاعي هيساوي 1. لو انا عندي هنا في الريجن دي اللي هي اوتسايد، انا عندي الاثنين هنا H1 بتساوي 1 و H2 هنا بتساوي 0 اوكي، فعندي ال output y لو واحدة فيهم ب 1 والتانية ب 0 مضروبين في 1 minus 1 و minus 1، فهيطلع ال output عندي negative. يعني هنا ال output عندي y is equal to 0. هنا عندي لحظة واحدة، أنا عندي ده المفروض إن هو H1 هنا 1 و H2 هنا 1 أوكي، هنا الاتنين بتوعي بصفار، الاتنين بصفار أوكي. فلما عندي هنا في الريجن دي أوكي، لما H1 بتساوي 0 و Y1 بتساوي 0 بيطلع الأوتبوت عندي y بتساوي plus 1 اوكي، وده حقيقي لان هنا المفروض عندي ال values دول اللي هم عند 0 و 1 و 1 و 0 الأوتبوت بتاعي فيهم بيساوي 1. لكن لو خدت انا value زي دي في region اللي هي هنا او value زي دي في region ده، هيطلع عندي ال y بزيرو اللي هي corresponding للحالتين اللي هي فيها الـ X1 والـ X2 متساويين مع بعض. Okay. In general أنا عندي multi-layer perception network. إحنا في الإكزامبل بتاع الـ X4 إحنا احتاجنا الـ one hidden layer بس. بسميها hidden layer لأن أنا ما عنديش فكرة الـ output بتاعها بيساوي كام، فبشوفوش. لكن عندي هنا في حالة المالتي لير برسبتون أنا عندي a series of hidden layers. في الديب ليرنينج سوري في الديب ليرنينج بيكون عندي عدد أكبر من ال hidden layers، عشان كده اسمها ديب نتورك. بالتالي ال functions اللي هي بتعملها are more complex، بس طبعا out of the scope of the course. دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ايه، ودي برضو سوري انا برجع لورا. هناخد example على multi-layer perception، بس انا ببتدي مش زي المحلولة قبل كده. يعني احنا خدناها بالنسبة للإكسلور، الإكسور دي كانت محلولة
وبالنسبة للـ and والـ or برضو كانت محلولة. احنا عايزين نبتدي بـ problem initially الـ weights بتاعتها أي حاجة، وأشوف أنا إزاي بعمل adjustment للـ weights. الحتة اللي جاية دي فيها mathematics، يعني أقدر أقول إن هي يعني hard، ومش بقدر إن أنا أحط الـ general rule، لأن عشان خاطر أعمل derivation للـ actual rule بتاع الباك بروباجيشن، اللي هو اسم الطريقة اللي أنا بحسب بيها الـ weights أو بعدل بيها الـ weights، فدي محتاجة actually يمكن محاضرتين لوحدها، مش سهل. فاحنا هناخد example بسيط هنا، دي XOR neural network بس عايزة أتعلم الـ weights بتاعتها. فهنا ببتدي weights randomly initialized، اوكي، بشكل اي values، وهنا الـ inputs لسه ما دخلتش، وعندي هنا الـ bias بواحد هنا وهنا، وعندي الـ weight بتاع الـ bias هنا minus 4.6 والـ weight بتاع الـ bias هنا minus 2. اوكي، عندي بعد كده أول خطوة إن أنا أمشي forward for a given input. يعني نفترض إن ده الـ input بتاعي 1 و 0، اوكي، فببتدي أحسب for this input الـ output بتاعي هيساوي إيه. فأنا عندي هنا this set of inputs، فبقدر أحسب الـ output من النود دي ومن النود دي بالشكل ده. هنا أنا فرضة إنه الـ non-linear function اللي هي f of net دي بتكون sigmoid. لو عايزين نرجع للsigmoid، أهو sigmoid أهو، ودي الـ function بتاعت السيجمويد اللي هي 1 على 1 plus e to the power of minus net. net هي الـ summation. أنا دلوقتي اللي بعمله إن أنا بتحرك من الـ input عشان أشوف الـ output بتاعي بيساوي كام. ده بسميه الـ forward path، من الـ input للـ output. اوكي، فهنا بختار two input values وببقى عارفه الاوتبوت الحقيقي المفروض ان هو، سوري، بحسب الاوتبوت من النت بيساوي قد ايه، ما ببصش هنا للاوتبوت الحقيقي، انا سيمبلي بحط دول. فبفترض ان الانبوت values x1 بتساوي 1 و x2 بتساوي 0، وابتدي احسب الاوتبوت من النود دي اللي هي hidden network، hidden neuron او hidden perceptron h1 وهنا H2. كويس، فانا عندي هنا sigmoid of النت، هنا عندي النت بتساوي 1 في 3.7 plus هنا عندي 3.7 في 0 مش هتدخل، زائد 1 في minus 0.5. فالsigmoid بتاعت ال value دي بحسبها الأول، بتبقى sigmoid of 2.2، دي هي النت، وبالتالي الـ value هتساوي 1 على 1 plus e to the power minus 2.2 هتساوي 0.9. ده هنا اللي هو الـ hidden 1 اللي هي دي. الـ hidden 2 بحسبها بنفس الطريقة، فبيبقى عندي الـ input الأولاني هنا مضروب في 1 times 2.9، التاني 0، وعندي البايس تيرم البايس تيرم بواحد مضروب في ماينس 4. هنا مكتوب، معلش، هنا في يعني اختلاف، هنا ماينس 4.6 وماينس 4.5 مش تفرق كتير. يبقى سيجمويد اوف ماينس 1.6، يعني لما احسب الفاليو دي كلها اللي هي نت، هتطلع هنا عندي 1 على 1 بلس اي تو ذا باور 1.6، اوكي، هنا هتساوي 0.17. انا عملت ايه؟ انا حسبت الـ two hidden values
ال output من ال two perceptrons دول، بمعرفة ايه؟ بمعرفة ال inputs في one training case. اوكي، وبعدين بحسب ال output. كان عندي هنا دي فيها ال h1 بتساوي 0.9، ال h2 0.7. اوكي، بحسب هنا ال output expression هتساوي 4. point ال net هتساوي 4.5 by 0.9 plus أو minus 5.2 times 0.17 minus 2، اللي هي الإكسبرشن دي اللي هي بتمثل النت. بيكون عندي sigmoid of 1.17 اللي هي النت هتساوي 1 على 1 plus e to the power minus 1.17 هتساوي 0.76. يبقى أنا كده حسبت الأوتبوت في الحالة دي بيساوي كام. ده لو الانبوت x1 بيساوي 1 والانبوت اللي هو x2 بيساوي 0. اوكي، ده الاستيميت بتاعي، يعني النتورك بتاعتي طلعت الفاليو دي. علشان اقدر اعدل الويت لازم اعرف الاكتوال اوتبوت كان بكام، بحيث اني اعرف احسب الايرور النهائي. ده التريننج بقى اللي هو برجع ورا، يعني انا كده مشيت فورورد فورورد باث. التريننج ميثود عشان اجيبه برجع بالعكس، برجع من الاوتبوت لغايه الانبوت فاليوز. وده ليه؟ ده لان انا عارفه الايرور هنا اللي هو هيساوي ايه، هيساوي الواي الحقيقيه او تي اللي هي التريننج فاليو ماينس الواي استيميت او الواي اللي طلعت من هنا. لكن ما اقدرش اعرف الايرور هنا بكام ولا الايرور هنا بكام، لاني ما اقدرش اعرف المفروض اللي هي كوركت هيدن فاليو بكام، ما اعرفش. بعمل back propagation training، برجع من الاوتبوت لغايه ما اعدل الويتس من لغايه الانبوت ستيت او الانبوت فاليوز. اوكي، ده الايرور بتاعي. بفترض ان الكوركت اوتبوت تي بتساوي 1. اوكي، دي لو فرضنا ان ده exclusive all، الانبوتس 1 و 0 corresponding لايه؟ corresponding لاوتبوت بيساوي plus 1. لكن النت بتاعتي بسبب الويتس المحطوطة هنا، اوكي، طلعت لي الاوتبوت y 0.67، الفاليو دي 0.67. اوكي، وده الكوركت اوتبوت. يبقى هنا اقدر احسب الايرور اللي هي الفاليو دي ماينس الفاليو دي. عايز اشوف ازاي ده بيساعدني ان انا اغير الويتس. الجزء الجاي ماثيماتكس، يعني تقيلة شوية، فنركز هنا. بنتعرف على key concepts، في حاجات منها عدت علينا. اوكي، اول concept اللي هو gradient descent. اوكي، لما بيكون عندي function بالشكل ده، say دي الايرور function with respect to a with respect to اي weight، نفترض انه كان بالشكل ده. فلو انا جيت عند النقطة انا واقفة فيها، يعني لو فرض ان ده ال value بتاعت ال y currently اللي هي wyi. اوكي، ده ال direction بتاعت ال gradient عند النقطة دي. فلو أنا اتحركت في ال direction بتاع ال gradient، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه ال error بتاعي هيزيد. فأنا بتحرك في عكس اتجاه ال rate بتاع change أو في عكس اتجاه ال gradient، عشان كده دي بتسمى gradient descent. okay، وباخد ال value بتاعت اللي هي الجريدينت في الحالة دي. اوكي، ومضروبة في learning rate، وبحسب منها الدلتا W لنفس الويت ده. يبقى معنى كده في الحالة دي انا عندي الويت، سوري، الجريدينت هنا positive، يبقى الجريدينت الماينس الجريدينت هنا بتاع السلوب هيبقى negative. يبقى معنى كده ان لازم اقلل ال y. اوكي، سوري، ال w w i، تبقى اقللها بالشكل ده، تبقى دي ال next point، وعايزه اتحرك اقللها كمان. هنا نقدر نعرف فايده ال learning rate. هنا نلاحظ ايه؟ نلاحظ انه السلوب هنا ما بيتغيرش تقريبا هنا، او بيتغير هنا، بيتغير ببطء وهنا ببطء شديد. فانا من تغيير ال value بتاعت ال learning rate هنا بقدر أخليها value كبيرة، لأن أنا ضامنة إن أنا بتحرك في range
اوكي gradient فيه almost constant، لكن لما ببتدي اقرب من الحل المفروض انه ال learning rate يبتدي يقل علشان ما نطش واروح لحتة بعيدة. اوكي طيب الفكرة كلها هنا بنقراها انه ال error ده بيكون function في ال weights، وعايزين reduce ال error. انا بحسب بال gradient. اوكي بمعنى اخر بجيب ال direction to the error minimum و adjust the weights towards direction of lower error. اوكي طيب فكرة ال back propagation اللي اتكلمنا عليها هي ايه؟ هي ان انا بعمل adjust plus set of weights. اوكي هو ده اللي انا بعمله، وبعد كده بعمل adjustment لل weights في ال stage اللي بعد كده. اوكي الحاجة التانية اللي عايزة أعمل لها في الديريفيشن هي الديريفيتيف بتاع السيجمويد، لأن واضح إن أنا لو عايزة أجيب الديريفيتيف بتاعت الأرور فهي بتعتمد على الأكتيفيشن فانكشن اللي هي في الحالة دي السيجمويد، فلازم أعرف الإكسبريشن بتاعت الديريفيتيف بتاع السيجمويد. هي سهلة ما فيهاش حاجة، أي حد منكم يقدر يستنتجها، لكن حطها هنا على أساس إنها يعني ريمايندر. بس سيجمويند عندي زي ما عرفتها بتساوي 1 على 1 plus e to the power of minus x. اوكي الكوشنت رول دي f of x by g of x لما اجيب الديريفيتيف بتاعها هتساوي g f dash minus f g dash على g of x squared. اوكي فهنا الديريفيتيف بتاعي اللي هو دي سيجمويد of x by dx تساوي d by dx 1 على 1 plus e to the minus x. فهنا عندي الديريفيتيف هنا بيساوي 0، يبقى 0 times 1 على في ال ده الديريفيتيف، يبقى هنا حط 1 plus e to the minus x okay. ناقص اوكي جي داش، جي داش هنا هتبقى ماينس عشان خاطر ده ماينس اكس، ماينس اي تو ذا باور ماينس اكس، دي المفروض انها تبقى بلس على 1 بلس اي تو ذا ماينس اكس هول سكوير. اوكي فهلاقي ان دي هتضيع مع واحده من دول، يبقى هتساوي اي اس ماينس اكس على 1 plus e to the minus x p 1 plus e to the minus x اللي هي الفاليو دي. اوكي بنساوي 1 على 1 plus e to the minus x p 1 minus 1 على 1 plus e to the minus x اللي هي reduction للترم ده. فبتساوي ايه في النهاية؟ بتساوي سيجمويد في 1 minus sigmoid اهي، ده sigmoid نفسه اللي هو sigmoid of x اوكي في 1 minus sigmoid of x برضه. فدي feature حلوة انه ال derivative بتاع sigmoid بيطلع بالشكل ده easy to calculate. هنا برضو ممكن نقول انه بالنسبة لل back propagation لو انا هستعمله ما ينفعش ان انا استعمل الستيب اللي هي الهارد ليميت او السيمتريكال هارد ليميت، ما اقدرش استعملهم كاكتيفيشن فانكشن لان هم ما لهمش ديريفيتيف، فما ينفعوش في الحاله دي. عشان كده انا باخد كونتينوس فانكشن على اساس ان هي الاكتيفيشن فانكشن في كل النيورونز. طبعا ده مش لازم، يعني ممكن الاكتيفيشن فانكشن تتغير ما بين لاير ولاير، ما فيهاش مشكله. ده الجزء الماثيماتيك اللي هو مطلوب اللي هو الديريفيشن بتاعت السيجمويد. اوكي الديريفيتيف سوري الديريفيتيف بتاع السيجمويد. وهنا عندي فكرة الجريدينت ديسنت، انا بتحرك ازاي او في اي دايركشن وانا بغير في ال W. اوكي ببتدي الاول اني بعمل final layer update،
يعني بأبديت الواي. ليه؟ لأن دي النقطة اللي أنا عارفة فيها الأرر. الأرر ما بين الاتنين اللي هو تي ماينس واي. الفانكشن اللي أنا بعمل لها مينيمايزيشن هي نص تي ماينس واي أول سكويرد. إيه؟ عشان دي تبقى بوزيتيف بسمي دفنت. أوكي؟ بختار الاكتيفيشن فانكشن اللي هي واي بتساوي سيجمويد اوف اس، وير اس از ذا نت ات ذا لاست ستيج. اوكي، هنا عندي النت بتساوي سيجما على الكي دبليو كي اتش كي، دي الاوتبوتس من الهيدن لاير، ودبليو كي الديفرنت دول المفروض ان هم بيوصلوا الهيدن لاير، سوري بيرسبترون من هيدن لاير لي المفروض الاوتبوت. اوكي، طيب يبقى احنا كده عرفنا الاكتيفيشن فانكشن، عرفنا اللي هي النت، اوكي، وعرفنا الاكسبريشن بتاعه الايرور. فعايزين انا اساسا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب الديريفيتيف بتاع الايرور بالنسبه لايه؟ بالنسبه للدبليو في الحاله دي، اللي هي الدبليوز اللي هي موجوده في اللاست لاير، في ما بين الهيدن لاير وما بين الاوتبوت من النتورك، اللي هو هنا هيبقى ايه؟ هيبقى في الحالة دي دي اي باي دي دبليو كي. اوكي، وكي هنا بتاخد الفاليوز 1 و2 و3 حسب انا عندي كام هيدن لاير. اوكي، هتساوي دي اي، المفروض انها بحاول استخدم اللي هو الرول بتاع الريليشن اللي هو دي اي باي دي دبليو كي هيساوي دي اي باي دي واي دي واي باي دي اس كي دي اس باي دي دبليو كي. اوكي، اول خطوه ان انا هاخد الترم الاولاني هنا واحاول ان انا احسبه. نرجع نبص هنا، هنا انا بجيب ايه؟ بجيب دي الاول الايرور عندي هنا اللي هو في الحاله دي 1 minus 0.76 ده الايرور. اوكي، وبعدين ده ال w1 w2 w3، ودي الفانكشن هنا عندي هي سيجمويد. اوكي، علشان نعرف احنا هنطبق ايه، يعني هنطبقها نيوميريكال. زي ما قلت هنحسب هنا دي اي باي دي واي على اساس ان الواي بتساوي هاف تي ماينس واي اول سكويرد، فدي سهله. اللينير كومبانيشن اوف ذا ويتس بتساوي اس بتساوي سيجما على كي دبليو كي اتش كي، ده اللي هو المفروض الاوتبوت من اليونتس المختلفه في الهيدن لاير. y بتساوي sigmoid of s. اوكي، والارور بتاعي بيساوي half t minus y all squared. الديريفيتيف بتاع الارور with regard to one weight منهم wk بالذات زي ما قلنا هيساوي de by d wk في de by dy dy by ds ds by dwk. اوكي، y with respect to x هي السيجمويد. اوكي، يبقى عندي دي واي باي دي اس بتساوي دي السيجمويد اوف اس اللي هو النت، اللي هي النت دي. اوكي، دي سيجمويد اوف اس باي دي اس، بحسب الترم اللي في النص، دي هتساوي سيجمويد اوف اس في 1 ماينس سيجمويد اوف اس، لان انا عندي قلنا التفاضل بتاع السيجمويد بيساوي السيجمويد نفسها في 1 minus السيجمويد، ده لما عملنا لها derivation. okay، دي هتساوي y into 1 minus y. okay، ده اللي هو دي سيجمويد of s by ts اللي هي دي. اللي هو الفاينل layer update. okay، عندي linear combination of weights بتساوي الكلام ده
والactivation function y بتساوي sigmoid of s، الأرور بيساوي half t minus y whole squared. فالترم اللي فاضل إن أنا أحسب بيساوي كام، اللي هو ds by dwk، فواضح إنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن hk، لأن s هي linear summation أو weighted sum اللي هو wk hk على كل ال values بتاعت k اللي هي number of neurons في ال hidden layer. فدي سهلة مفيهاش حاجة. أوكي، يبقى ds by dwk بتساوي hk. أوكي، لما أجمع كل حاجة مع بعض هيبقى عندي dE by dwk هساوي dE by dy، dy by ds، ds by dwk، يبقى أنا عندي